ولمتابعة آخر تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل استمرار المواجهات مع موقف غير مفهوم من الدول التي تدعي المقاومة لمساندة غزة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول أو عبر الهاتف عفوا من إسطنبول بشار شلبي. أهلا بك أستاذ بشار. يعني بالبداية، مع مرور أكثر من 30 يوما على العملية العسكرية للاحتلال جوا وبرا، السؤال هنا: كيف ترى نتائج العملية في ميزان الربح والخسارة من الناحية السياسية؟ تحياتي لك أستاذ الكريم، وتحية للمشاهدين الكرام. أهلا بك. والتحية لشعبنا المقاوم الصامد ولجميع الأحرار الذين يدعمون قضية فلسطين. واضح أن العدو الصهيوني ذهب إلى العملية بغريزة انتقامية، وذهب إلى الحرب بهمجية وحشية مدعومة من الموقف الأمريكي، نعم، والحشد الأوروبي الذي ذهب بعنوان وحيد، وهو محاولة تأديب الشعب الفلسطيني في غزة وإنهاء مقاومته. نعم. وبعد مرور أكثر من 30 يوم على هذه الحرب المجنونة الهستيرية، لم يستطع العدو الصهيوني أن يحقق الأهداف التي كان قد أعلن عنها، والمتمثلة في أمرين اثنين بشكل أساسي، وهو الأول إنهاء حركة حماس وقوتها العسكرية، والثاني هو إعادة من أسماهم بالمختطفين، وهم الأسرى الذين يعني أسرتهم حماس في عملية طوفان الأقصى، سواء كانوا أسرى عسكريين أو الأسرى الغير العسكريين الذين ربما أسرتهم أطراف أخرى من المقاومة والشعب الفلسطيني. اليوم بعد 30 نهار من الحرب العدوانية، ما الذي تحقق لهذا العدو؟ الذي تحقق فعليا هو كم هائل من المجازر، أكثر من 10,000 شهيد في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال. نعم. تدمير ربع مليون من المنازل والشقق السكنية، قصف المستشفيات والمدارس وكالة الغوث الأنوروا وخزانات المياه، أكاذيب وأضاليل وخداع، خسارة الكيان الصهيوني لأي صورة بناها في الأكاذيب والخداع في اليوم الأول للعملية، اليوم مقابل كل تأييد للكيان الصهيوني في وسائل التواصل الاجتماعي يقابل 17 تأييد للقضية الفلسطينية. نعم. اليوم المظاهرات والمسيرات التي في الغرب وبشكل أساسي في واشنطن وفي لندن، هتافها الرئيسي، أخي الكريم، ملاحظ هذا الهتاف الرئيسي الذي كان محل إشكالية قبل هذه المعركة، الهتاف الرئيسي هو فلسطين يجب أن تتحرر من النهر إلى البحر، هكذا From the river to the sea. نعم. Palestine will be free. هذا الهتاف الذي كان يشكل مشكلة في العالم الغربي، وكانوا يطالبون إدارة المظاهرات أن تمنع هذا الهتاف باعتباره يشكل مشكلة وعدم اعتراف بدولة إلى آخره، أصبح الآن هو الهتاف الرئيسي. نعم. هذه هي الإنجازات السياسية بين قوسين التي حققها الاحتلال خلال 30 يوم من الحرب. أستاذ بشار، كيف ترى اجتماعات بلينكين وزياراته لدول المنطقة؟ بصيغة أخرى، هل تعتقد أنها في إطار التسويات، أم أنها تأتي في إطار كسب الوقت للاحتلال حتى يحقق ما عجز عن تحقيقه في 32 يوم الماضية؟ هذه الزيارة تحتمل كل ما تفضلت به، لكن هناك نقطة جوهرية في تتابع هذه الزيارات وتعددها ويعني اقترابها من بعضها، وهو أن ما تريده أمريكا غير قادرة على تسويقه لدى المنطقة على الإطلاق، فهي تحاول أن تضغط بشتى الوسائل، تحاول أن تذهب وتأتي، تحاول أن تغير الخطاب واللغة، وبكل هذا الوقت هي بكل هذه المحاولات هي تعطي وقت لتحقيق إنجازات على الأرض. ينطلق منها الوزير الأمريكي لفرض التسويات والرؤية حسب ما تحققه آلة الحرب الصهيونية على الأرض. هذا هو هذه هي القراءة الموضوعية لجولات كلينتون المستمرة للمنطقة بشكل عام. نعم. المتحدث سيد بشار، المتحدث باسم جيش الاحتلال، تحدث عن أن المستشفيات هي مقر لإدارة عمليات
المقاومة الفلسطينية وقال إن فيها مخازن للأسلحة وما إلى ذلك. السؤال هنا، هل يمكن تمرير مثل هذه الادعاءات برأيك على الرأي العام العالمي؟ الرواية الصهيونية تهاوت منذ اللحظة التي حاولت أن تروج فيها أكاذيب قتل الأطفال والاغتصاب وغير ذلك في 7 تشرين الأول الماضي. نعم. يوم الطوفان المجيد. هذه الرواية تهدمت، وبالعكس ارتدت بشكل مضاد ضد الكيان الصهيوني وضد آلة الحرب، وبالتالي ما يمكن أن يأتي بعدها وما يأتي بعدها هو سيكون مصيره نفس المصير. الذي يصدق الرواية الإسرائيلية هي فقط الإدارات المتواطئة معها والداعمة لها، أما الإطار العام والمجتمع الغربي عموما، طبعا ولا شك المجتمع العربي والإسلامي ابتداء ولا يثق على الإطلاق بالرواية الصهيونية، بل هو يعتبر الكيان الصهيوني بكل رواياته هو كيان احتلالي إجرامي عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني والمنطقة منذ 75 عام، يعني ليست القضية وليدة 7/10/2023. نعم. المجتمع الغربي يدرك حجم الأكاذيب الصهيونية. بالأمس المقاومة أعلنت أنها على استعداد لاستقبال وفود من الأمم المتحدة والصحة العالمية للتأكد والتثبت من كذب الادعاءات الصهيونية فيما يتعلق بالمستشفيات. نعم. أما على الواقع فإذا كانت المستشفيات التي تم تحييدها ومنعها من أداء الخدمة زي المستشفى المعمداني وقصفة وزي مستشفيات المستشفى حمد القطري وغير ذلك من المستشفيات، إذا كانت هذه المستشفيات كانت أو شكلت كما يدعون أنها مقار قيادة وإدارة وغير ذلك، فمن أين يتم الآن قيادة المعارك فعليا التي اليوم قبل اتصال حضرتك ومشاركتي مع حضرتكم في هذا البرنامج كان قد تم قصف تل أبيب بصواريخ وسقط على الأقل صاروخين في تل أبيب متجاوزين القبة الحديدية ونظام الردع الصهيوني. هذه أكاذيب يحاولون تسويقها لتبرير قصف المدنيين العزل لإجبارهم على الهجرة. هذه القصة الحقيقة ما يتم الآن من جرائم يهدف إلى أمر واحد فقط في هذه المرحلة، تهجير قطاع غزة. نعم. وتحويلها إلى أرض محروقة بلا سكان، هذا هو الهدف الحقيقي. ولذلك اليوم نتنياهو مجرم الحرب نتنياهو قال كلمتين، قال لا دخول لا الوقود ولا وقف لإطلاق النار فقط، هذا الذي قاله وهذا الذي أعلن عنه مدعوما. نعم. بالرأي الأمريكي والقرار الغربي عموما. طيب بالحديث عن الرأي العام العالمي أيضا أستاذ بشار، يعني بما تفسر هذا الرفض الشعبي العالمي وتأثيره سياسيا على الحكومات؟ هل يمكن أن يخلق تأثيرا؟ الرأي العام لا شك أنه مؤثر ولا شك أنه يضغط، لكن مدى قدرة الرأي العام على التأثير محكومة بعوامل حقيقة، وهذا هو شكل من أشكال التأثير الناعم، يعني هذه ليست حرب تقودها أو تقوم بها الشعوب ضد حكوماتها. لا. هي عمليات تأثير، والتأثير هنا مرتبط بأمرين، الأمر الأول أجواء الانتخابات التالية اللي يحرص كل حزب على أن يتقدم فيها وبالتالي يتأثر بحجم المعارضة له في الشارع والتحشيد ضده. اثنين، استدعاء التأثيرات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية، هذه هي المجالات اللي فيها تأثير، وهذا التأثير للأسف أنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى فترة زمنية معينة. كل هذا يكون على حساب الدماء الفلسطينية وعلى حساب الأطفال والنساء والأبرياء. أما أنه لا يؤثر فهو بلا شك أنه يؤثر، ويمكن له أن يخضع الإدارات الغربية بشرط أن يتصاعد بشكل كبير وأن يتحول إلى شكل جديد مختلف عن المظاهرات، يمكن أن يكون على شكل اعتصامات وحصار للمقار الحكومية خاصة في واشنطن. نعم. ولندن بشكل أساسي باعتبارهما القيادة الحقيقية للعالم الغربي في تحالفه ضد الشعب الفلسطيني. نعم. في قطاع غزة. السؤال الأخير أستاذ بشار، يعني بحكم متابعتك ويعني انطباعك الشخصي بعد أكثر من 30 يوما، كيف ترى إدارة حماس سياسيا وإعلاميا للمعركة على الأرض؟ حماس تحقق يعني مجموعة من الضربات الفائقة الدقة والتأثير، بدأتها
طوفان الأقصى في 27 أول الماضي 7 أكتوبر، حيث هزت أركان العالم الغربي وهزت أركان الدولة هذه التي يعني تم تقديمها بأنها قلعة الديمقراطية وقلعة القوى العسكرية وقلعة التكنولوجيا وقلعة إلى آخره. فهزت هذه الأركان حقيقة بشكل أساسي، ضربتها من أسسها. وأنا أؤكد لك في هذه النقطة أن الكيان الصهيوني لن يتعافى مما تعرض له في 7 أكتوبر الماضي، لا بل أؤكد لك أنه مهما كانت نتيجة هذه الحرب العدوانية القائمة حاليا على قطاع غزة وعلى المقاومة، فإن 7 أكتوبر سيتكرر مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى حين تحرير فلسطين كاملة، وسيكون قريبا. النقطة الثانية أن المقاومة رغم كل الحصار اللي تم للمقاومة منذ أكثر من 17 سنة ويعني عدم وجود أي قوة تكنولوجية تضاهي القوة الصهيونية ولا آلات ثقيلة ودبابات ومدرعات وغير ذلك، إلا أن قوة المقاومة وصمود المقاومة مذهل. يعني اليوم المقاومة تستطيع رغم كل وضعها ورغم كل الإجرام اللي بتمارسه آلة الحرب الصهيونية المتفوقة ماديا، تستطيع أن تنزل بها خسائر فادحة حقيقية تضطر العدو الصهيوني والناطقين باسمه إلى الاعتراف على الأقل بنسبة تقديرنا أنها لا تتجاوز 20% من الحقيقة فيما يتعلق بالخسائر الصهيونية. ثلاثة، ما زال الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة الذي يعاني والذي يقصف والذي تمزق أشلاء أطفاله والذي يحرم من الماء والدواء والغذاء والخبز ويحرم من لحظة الهدوء، ما زال ملتفا حول مقاومته باعتبار أن التضحية أو التضحيات هي ثمن معقول لتحرير فلسطين ولاستعادة الكرامة الوطنية مستقلة كاملة. النقطة الرابعة أن الإطار العربي والإسلامي والعالمي أخذ منحا تأييديا لفلسطين، أعاد القضية الفلسطينية إلى أساسها باعتبارها قضية تحرر عام وشامل من البحر إلى النهر، بعيدا عن كل التسويات التي تظلم الشعب الفلسطيني وتكافئ المحتل المجرم وتعطيه حقوق الآخرين بسبب فائض القوة لديه والاستبداد لدى داعميه من أمريكا والأطراف الغربية. وأنا أؤكد نقطة أخيرة، أن غزة بصمودها ومقاومتها تشكل حماية للمنطقة العربية، لأن لا سمح الله انتصار العدو الصهيوني على قطاع غزة وعلى المقاومة يعني أن الترهيب والتخويف سيتم ضد الدول العربية كاملة، لا بل ضد الزعماء العرب، أن لا يرفع أحدهم عينه أو نفسه على الإطلاق. بشار شلبي، عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.